السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن ال back propagation improvements. نكمل بقية lecture 6. طيب عايزين نأكد بس على حاجة. ال back propagation زي ما احنا بنشتغله كده، كل اللي احنا كنا بنقوله ده والتلات مراحل والكلام ده كله، ده كده احنا شغالينه باستخدام gradient descent. طيب ايه ال advantage بتاعته؟ advantage بتاعته ان هو ال implementation بتاعه يعتبر سيمبل بالنسبة للطرق التانية، وستاندرد ميثود بتشتغل كويس في حالات كتير. طيب ولكن ليه ليميتيشنز؟ ليميتيشنز بتاعته ايه؟ ان الكونفرجنس بتاعه بيكون بطيء جدا، زي ما احنا شفنا كده لما جينا نشوف المسائل. احنا بنروح فورورد باس، وبعدين نرجع باكورد باس، وبعدين نروح فورورد باس، كل ده لإكزامبل واحد بس. فطبعا الكونفرجنس بطيء جدا. تاني حاجة، لو عملت تريننج كتير ده هيوديك اوفر فيتنج. تالت حاجة، حتة ان الكونفرجنس في الباك بروباجيشن اصلا مش مضمون، يعني مش مضمون ان انت تكونفرج في الباك بروباجيشن، وده ريسك خطير جدا بيحصل في الباك بروباجيشن على عكس حاجات تانية. ولكن الباك بروباجيشن ستيل افيشنت، هي الفكرة في كده. رابع حاجة بقى، ان انت ممكن تستك في لوكال مينيمو. دي احنا كنا بنتكلم عليها، ان احنا عادي لحد ايه، لحد من محاضرة او كده بنتكلم ان عادي ان انت تستك في لوكال مينيما. انما احنا دلوقتي هنبقى طماعين بقى، هنمسك مشكلة اللوكال مينيما دي نتكلم عليها. طيب اللوكال مينيما باختصار كده شكلها اهي زي في الصورة هنا في الجراف، لو حد مش لاقط الكونسبت لسه. جلوبال مينيما بتكون اقل بوينت في الفونكشن، و اللوكال مينيمم بتكون هي اقل بوينت في اللي حواليها. يبقى دي الحكايه كلها. طيب ده لو هي شكلها كهايبر بلين، بيكون شكل ايه اللوكال مينيمم؟ بتكون اقل حاجه وسط اللي حواليها، زي ما الحضر ده كده اللي في الاول ده. طيب نتعامل ازاي مع اللوكال مينيمم؟ انا عايز ما يحصليش ستاكنج في اللوكال مينيمم، عايز اهرب منها. اول حاجة ممكن تجربها حتة ان انت ايه، تجرب نتوركس كتير، كل نتورك فيها ليها different number of hidden layers و different number of hidden neurons. والكلام ده لحد دلوقتي point of research، الناس لسه بتعمل research في الكلام ده. انت دلوقتي لو جيت تطبق المالتي لير بيرسبترون على مشكلة في دماغك، مثلا انت شايف ان في مشكله معينه، مثلا عايز مثلا انت تعمل ايه، تعمل كلاسيفيكيشن للحيوانات مثلا، عايز تعملها بالمالتي لير بيرسبترون. طيب هتيجي تفكر في حاجه، اول حاجه هتفكر فيها، طيب انا الموديل ده هعمل له كام هيدن لير، وكل هيدن لير فيهم يبقى جواها كام نيرون. الحقيقه ان محدش هيقدر يقول لك اجابه واضحه وصريحه ليه، يعني تحط كام هيدن لير وتحط كام نيرون في الهيدن لير الواحده. فبالتالي الكلام ده زي ما احنا بنقول لحد دلوقتي بوينت اوف ريسيرش، فانت هتحتاج تجرب حاجات كتير لحد ما ايه، تجرب وتترين وتشوف الموديل بيعمل ايه. لقيت الموديل لسه مش عارف يجيب اكيرسي كويسه، تزود لايرز، تزود عدد نيرونز، وتشوف وتجرب وهكذا. تاني حاجه، تجرب different initial weights. يبقى تاني حاجة زي ما احنا كنا بنقولها دايما، كنت انا عمال اقول ايه بقى لي كذا محاضرة، اقول ايه، لو انت محظوظ والweights بتاعتك initialized جنب الجلوبال مينيموم يبقى هتكونفرج على الجلوبال مينيموم، غير كده هتخبط في لوكال مينيموم، لان الفانكشن في الاغلب بيكون ليها اكتر من لوكال مينيموم، فهيبقى وارد اكتر ان انت تخبط في لوكال مينيمم. انما لو انت قريب من الجلوبال طبعا ايه، هتقع جوه الجلوبال وتبقى انت كده زي الفل. فدي انت هتقعد تجرب ايه بقى، اكتر من طريقه تانيشاليز بيها الويتس. هتانيشاليز الويتس باكتر من فاليوز، تجرب اكتر من مره وتترين. طيب تالت حاجه، تترين وتست على كوميتي او انسامبل اوف نتوركس. يعني ايه انسامبل اوف نتوركس؟ ده توبيك كبير اسمه الانسامبل ليرنينج.
هدفه ان انت بتعمل ايه؟ بتعمل اكتر من انستنس من نفس الموديل بتاعك. احنا هنا شغالين نيورال نتوركس، فهتعمل اكتر من نيورال نتورك، هتعمل مثلا 7، وبعدين تدخل لهم كلهم الانبوت داتا. بعد ما تعمل لهم تريننج بتدخل لهم كلهم الانبوت داتا، وبعدين كل واحده فيهم بتقول رايها في الانبوت داتا دي، كل واحده بتكلاسيفاي او بتعمل ريجريشن على حسب انت عاملها ليه، بس انا اعتبر ان هي كلاسيفاي، فهتكلاسيفاي على الداتا اللي داخله لها وتقول لك رايها. اه انا شايف ان دي عربيه، شايف ان ده موتوسيكل، وهكذا. قدامك بقى بيبقى حل من اتنين، يا تعمل زي ما مكتوب في السلايدز كده، بتاخد الافريج بتاع الاوتبوتس بتاعت النتورك دي كلها، فتجمع الحاجات دي كلها وتجيب الافريج بتاعها، يا اما لو انت في الكلاسيفيكيشن بتاخد الماجوريتي فوت، تشوف اكتر كلاس هم عملوا فوتنج عليه وتاخده. طيب الانسر الاخيره حته المومنتوم، والمومنتوم ده بقى ليه معانا ايه ديسكشن كده. المومنتوم ده مش زي بتاع الفيزيكس، ولكن الاول نركب الايه الويت رول اللي احنا بنشتغل بيه. احنا زي ما كنا بنقول ان احنا كان الويت رول بتاعنا، هحسب الويت الجديد، يبقى الويت الجديد هو الويت القديم ماينس الليرنينج ريت في السيجما في الدريفيتيف الايه الفانكشن بتاعتنا اللي هي كانت ايه الاكتيفيشن فانكشن، على حسب بقى طبعا كان بيبقى ليها كيسز وحاجات زي كده، بس هي جنرالايزد بالشكل ده. ماشي. الباك بروباجيشن بتاعنا بالرول ده بيبقى سلو جدا، ان ده نفس الرول اللي احنا كنا بنتكلم عليه المحاضرات اللي فاتت، وقلنا ان هو بطيء، وخصوصا كمان لو الليرنينج ريت صغيره. طيب هتقولي طب ما نزود الليرنينج ريت شويه ونشوف. قلنا قبل كده هتزود الليرنينج ريت هيبدا يحصل ايه الاوسيليشن. طيب كفيجر، فيجر ايه ده، الخط ايه ده، يعني من سي لحد ما وصلنا لايه، ده اللي اسمه الليرنينج ريت، هتلاقيه ماشي ايه ستيبس صغيره وعمال يمشي. طيب بالنسبه لبي، شوف كده بي بقى بتتحرك ازاي، هتلاقي انها عماله تعمل اوسيليشنز، طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله، فده بيخلي مفيش استابيليتي في الليرنينج. طيب فدلوقتي المومنتم بقى هيقدم لي ايه؟ المومنتم، مومنتم هدفه يسرع الكونفرجنس، يسرع التريننج بشكل عام ويسرع الكونفرجنس. بيضيف ترم جديد، يعني انت هتسيب ايه، هتسيب القانون بتاعك زي ما هو، بس هتضيف عليه الفا بتاعه الديفرنس ما بين الويتنج القديم والويتنج الجديد. يعني ايه؟ بتخلي الويت معتمد على اللي تشينج اللي حصل ما بين الويتنج القديم والويتنج الجديد. الويت القديم اللي احنا كنا شغالين بيه هعمل له ابديت، هو اساسا الويت ده جاي لي من الاتريشن اللي قبلها، يعني ويت تي ده جاي لي منين؟ من ويت تي ماينس 1. طيب الديفرنس ما بينهم هو ده اللي انا ههتم بيه في المومنتوم، دبليو تي ماينس دبليو تي ماينس 1، ادخلها للفانكشن بتاعت المومنتوم. ده بقى الترم الجديد بتاع المومنتوم، ده هدفه ان هو ايه، ده هيتضرب خلي بالك في ايه، هيخش يتجمع سوري على الليرنينج ريت والايرور سيجنال، فده بقى اسمه جنرالايز دلتا رول. فالليرنينج ريت بتاعتنا لما تكبر والمومنتوم يتقاد عليها هيدينا الشكل سي، اللي هو السي ده اللي هو وصل على طول لحد الايه الجلوبال مينيمم. الجلوبال مينيمم عندنا يا جماعه هنا اهي جوه خالص، فسي كان اسرع واحد وصل لها، ايه كانت بطيئه جدا وهي نازله لحد ما وصلت سي. السهم ده بيقول لك على الاستيب الواحده، فالاستيب الواحده بتاعته كانت كبيره. طيب ايه الادفانتج اللي انا اقاد المومنتم للويت والبايس؟ ادفانتج ان انا هسبيد اب الكونفرجن زي ما قلنا، وبعدين بيبقى عندي زي مناعه كده من اللوكال مينيمم شويه، و افويد الاوسيليشنز
اتجنب فكرة بقى ان يحصل ايه تغيير مرة واحدة في الدايركشن بتاع الويت ابديت، كنت تحت هطلع فوق، كنت يمين هروح شمال. فده اسمه سموثنج للليرنينج بروسيس. طيب الليرنينج مومنتوم بالنسبة للاكزور، في جراف زي ده موجود فوق في الاكزامبل بتاع الاكزور. الاكزور خدت حوالي 200 وشوية ايبوك بالجراديان ديسنت، هنا بالمومنتوم خدت 126 ايبوك. طيب خبر حلو ان احنا ما معناش اي قوانين اتكلمنا فيها في حوار المومنتوم ده، يعني احنا مش مفيش مسائل، ما جاش اكزامبل لحد دلوقتي على حوار المومنتوم، فغالبا هو بس اتقال ايه كحاجة نظري ممكن نتسائل فيها. طيب بالنسبة للأوفر تريننج بروبلم، حتة بقى ايه اعرف امتى اوقف الليرنينج، دي اهم حاجة. الفكرة القديمة اللي احنا كنا بنشتغل بيها بتاعت ان انا افضل الليرن لحد ما اوصل يكون الايرور بتاعي اقل من ثريشولد معينة، دي فكرة وحشة جدا بتؤدي للأوفر فيتنج. ليه بقى؟ طب ايه هو الاوفر فيتنج ليه؟ علشان انت لما بتوصل لايرور معين صغير قوي، ده بيوصل لمرحلة ان الموديل بدأ يميمورايز الداتا دي، خلاص بقى فاهم الداتا دي 100 100، حافظها، مش فاهم حتى حافظها، حافظ الداتا. فانت لو دخلت له داتا جديدة هو ما شافهاش قبل كده هيعك فيها، ده الاوفر فيتنج. الاوفر فيتنج عبارة عن ايه؟ ان انت بتكلاسيفاي حلو جدا التريننج داتا بتاعتك، وبور كلاسيفيكيشن جدا لما نيجي نشوف التست داتا. طيب فهنا جت حاجه اسمها الايرلي ستوبنج، بدأ ابروتش اسمه الايرلي ستوبنج. ايه الايرلي ستوبنج ده؟ انا بحاول افويد الاوفر فيتنج ازاي؟ بان انا بيريوديكالي كده اعرض النتورك اوريها التست سيت بتاعتي، فتاخد فكرة عنها، تغلط فيها فتعرف ان في غلطات هي بتعملها، تبدأ تصلح من نفسها. طيب الـ early stopping ده كذا تكنيك، منهم الـ cross validation. الـ cross validation طبعا مشروحة في الماشين ليرنينج، فكرة ان انا معايا داتا سيت بتاعتي بقسمها test و train، التست ده بركنه على جنب خالص، واقسم ايه الترين لترين و validation. ازاي بقى القسمة بتاعت الترين validation؟ بحدد عدد فولدز معين، هي دي اللي هي الكي فولد الجوريزم، بتحدد عدد فولد، هنا محددين الفولد بخمسة، فهيبقى خمس الداتا فاليديشن وبقيتها كلها تريننج. تقسم الداتا الخمسة فولدز دي بتاعتك وتختار الفاليديشن، هنا مختارين فولد فايف أول مرة، وتترين، ويبقى الفولد ده بالنسبة لك هو التيست بعد ما تخلص، وبعدين تترين تاني والفولد فور ده هو التست، وهكذا لكل فولد منه. ده مفيد جدا لو الداتا سيت اللي معاك صغيرة جدا، ولكن ما بيستخدمش قوي في الديب ليرنينج، لان اساس الديب ليرنينج ان يبقى معاك داتا كتير. هنا ده نفس الكلام اللي احنا كنا قلناه، حتة ان انت بتقسم الداتا تريننج وتست، والتريننج بتقسمها لتو سب سيتس، تريننج وفاليديشن وهكذا. ده نفس اللي احنا قلناه فوق بالتقسيمات بالجراف اللي كان مشروح فوق، وكان معمولة حلوة جدا. طيب يبقى دلوقتي هستوب بقى ازاي الباك بروباجيشن؟ قدامك تلات انواع من الستوبنج تشتغل بأي واحد فيهم، يتحدد عدد اتريشنز معين، وده بيستخدم في حالات كتير، يعني في حالات كتير جدا لما تيجي في البراكتيكال بقى الشغل العملي، لا انت في الاغلب بتستخدم عدد اتريشنز معين، اللي هو عدد ايبوكس معين، تقول له ترين النتورك دي مثلا 1000 ايبوك 2000 ايبوك، ده اللي بيستخدم في الاغلب. حاجة تانية تعمل ثريشولد على المين سكوير ايرور، وده احنا كنا قلنا ان هو وحش ولكن ستيل اوبشن، او تستخدم كروس فاليديشن زي ما انت شفت كده، تقسم كي فولدز، فولد بتاعتك بتفاليديت بيها والباقيين بتترين بيها، وتمشي المرحله كلها لحد ما تست بكل الفولدز.
طيب هنقف لحد هنا في الفيديو ده، الفيديو الجاي ان شاء الله هنخلص ليكتشر 6. السلام عليكم.